تشد الرحال ويعلو الأذان أذان إلى تنأتي بمأس لأهل الخلاء ونشفي الصدور. مسجد قبة الصخرة. بنى قبة الصخرة المباركة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 65 هجرية، حيث بدأ العمل في بنائها سنة 66 هجرية، وتم الفراغ منها سنة 72 هجرية. وقد أشرف على بنائها المهندسان العربيان رجاء بن حيوة، وهو من بيسان فلسطين، ويزيد بن سلام مولى عبد الملك بن مروان، وهو من القدس. وتعد قبة الصخرة من الناحية المعمارية أقدم أثر إسلامي باق. المسجد القبلي، وهو المصلى الرئيسي الذي يقف فيه الخطيب في صلاة الجمعة، أي المسجد الجامع، ولا يزال المصلى الرئيسي للرجال داخل المسجد الأقصى، ويوجد فيه المحراب والمنبر الرئيسيان. جامع المغاربة. يقع جامع المغاربة في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك جنوب حائط البراق. المصلى المرواني. بني في العهد الأموي، ويتكون المصلى من 16 رواقا مسقوفة و100 عمود حجري. يقع المصلى على مساحة 4.5 دونمات أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى، ويتسع ل4000 مصل. حائط البراق هو الجدار الغربي للمسجد الأقصى بالقدس، أخذ تسميته من ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته ليلة الإسراء والمعراج به. ويعتبر الحائط جزءا من سور المسجد، ويجاوره مباشرة بابه المسمى باب المغاربة. وهكذا يتبين لنا أن المسجد الأقصى هو كل ما حواه السور من المساجد والساحات والمعالم الأثرية والإسلامية، كما هو محدد باللون الأصفر ويطلق عليه المسجد الأقصى، ويقع في البلدة القديمة، وتبلغ مساحته 144,000 متر مربع. يوجد أكثر من 200 معلم تاريخي داخل أسوار المسجد الأقصى، و25 بئرا من المياه العذبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فاللهم طهر الأقصى من دنس اليهود، وانصر إخواننا المرابطين في أرض المقدس. سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال، سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال. سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال سنأتي ببأس